البداية بدأنا في تنفيذ أو التخطيط لهذا المشروع في شهر 6/2015 من العام الماضي. المشروع استغرق معنا مدة سنة كاملة من حيث التجهيز والتنفيذ حتى شفنا النموذج اللي أمامنا. واجهنا في هذه السنة عدة صعوبات وتحديات ابتداء من القطع وابتداء من شكل التصميم. للأسف كنا في كتير قطع محتاجينها من لم تكن متوافرة، قمنا بتصميمها وحاولنا على تعديل بعض القطع الموجودة في السوق كي تتواءم مع المشروع. كان المشروع هو مشروع ذاتي، دعم ذاتي بامتياز، كان من جيوبنا الخاصة، من أموالنا الخاصة، لم يكن هناك داعمين في إنشاء هذا المشروع أو يكن هناك تمويل لتمكيننا من تنفيذه بشكل أفضل وبشكل يكون متطور أكثر من هذا الشكل الذي أمامنا. الألواح الشمسية عندنا لوحين، كل لوح 150 واط. اللوحين هدول مشبوكين انهم، وعندنا الماتور 260 واط، فبالتالي هم اللوحين قادرين على تشغيل الماتور في حالة وجود الشمس بشكل كامل. اما في حالة غياب الشمس الفترة المسائية بالتحديد، الطاقة الشمسية بتكون خزنت في البطاريات. الآن المسافة اللي بتعتمد عليها السيارة تقطعها في الفترة المسائية تعتمد على عدد البطاريات وعلى حجم البطاريات. كل ما زاد عدد البطاريات وحجم البطاريات بالتالي بتزيد المسافة اللي بتقطعها. تصميم السيارة منا تصميم طبعا على حسب الإمكانيات المتوفرة في البلد، وبرضه رأينا أنه يكون في 3 عوامل أساسية. أول إشي الانسيابية، وتكون ممانعة الهواء أقل ما يمكن، وأيضا أنه خلايا الشمسية تتوزع بحيث أنها تعطي أعلى كفاءة. ما يحتاجه الطالب هنا هو تبني لأفكارهم، ليست مشروع جمال وخالد فقط، ولكن جميع المشاريع المميزة هنا في الجامعة، جامعة الأزهر أو في جامعات فلسطينية أخرى، ينقصها تبني هذه الأفكار. فهم ما يحتاجونه هو تبني لفكرتهم لتطويرها ولجعلها منتج استهلاكي لجميع الفئات هنا في قطاع غزة.